اجتمع الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة مع معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى مملكة البحرين. وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية السيادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في شركات المحفظة الاستثمارية لممتلكات، بالإضافة إلى دورها في المساهمة في الاقتصاد الوطني للمملكة من خلال العمل ضمن أهم القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المملكة. وأكد الشيخ عبد الله على أهمية دور مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين المملكتين الشقيقتين من خلال برنامج عمل اللجان التابعة للمجلس، وهو ما سيساهم في تحقيق رؤية وطموح قيادتي البلدين.